السلام عليكم. مو اللي هنا وين راحت؟ شوفوها هنا يا جماعة، بقفل الفتحة هذه، ما أعطاني فرصة، ما أعطتني فرصة. ما في مشكلة، نبغى حوض هنا. وقف ونوقف هنا الزرع هذا، ولا ترى شوفوا يعني ما أدري كيف. اعزل الحوض من تحت بعدين ارجع ازرع، يعني التراب هذا يطلع هنا على جنب وينعزل من تحت، يصير ما تروح. طيب بعدين ارجع احط التراب وازرعه براحتكم، ضروري هذا يا اخوان. هل انا تايه المويه اللي جايه هذه من هنا ولا من اللي هناك الخربان ولا ما عليه؟ الحين خلونا في الحوض هذا، منعونا من المويه تتسرب على تحت. نبغى نعزل الحوضين من تحت، تصير حواض، معنى الكلمة حوض، ما تروح المويه من تحت. حبة حاج، بالله نبغى بالحبة حاج.